مرحبا، معكم رضا عازم من كابتوس اكاديمي. في هذا الفيديو سأعرفكم على مقر ايبو الرئيسي في بلادي. لموقع إيبي في بلادي، هنا يوجد الممثلين لموقع إيبي في بلادي، وهذا المقر هو مقر مهم جدا لموقع إيبي. يوجد ما يقارب 300 شخص الذي يعمل في هذا المقر، وهذا المقر هو مسؤول عن إدارة الكتالوج في موقع إيبي. كتالوج موقع إيبي الذي يحتوي على العديد من المنتجات في موقع إيبي، وهذا المقر هو الذي جمع جميع المعلومات، جميع الداتا لهذه المنتجات، إما اليو بي سي الباركود الخاص للمنتج، إما صورة المنتج، عنوان المنتج، خصائصه الايتم سبيسيفيك. فهو جمع كل هذه المعلومات وأدخلها على موقع إيبي. فهذا المقر يعد من أنجح المقرات أو من أنجح الساحات لموقع إيبي، وهو مهم جدا. يوجد أنا الآن موجود في الطابق الأول لهذا المقر، يوجد طابق تحتي أيضا، هذا الطابق الأول وهذا هو الطابق الثاني. فهذا مقر كبير جدا، ولقد دعيت اليوم هنا لكي نأخذ محاضرة بخصوص التحديثات الجديدة التي ستحصل في سنة 2019، وأيضا بخصوص التحديثات الأخيرة التي حصلت في هذه السنة. أيضا نحن الآن يعطونا بعض المحاضرات بخصوص الأعياد القريبة، الهالوين وجميع الأعياد الأخرى التي تحصل دائما آخر السنة. فاليوم حصلت على عدة معلومات مثيرة جدا ومربحة جدا، سيكون سلسلة فيديوهات خلال الشهر القادم، ونتعرف على هذه التحديثات وعلى طرق معينة وطرق مميزة التي يمكننا ربح المال منها من خلال فترة الأعياد. فيمكنكم رؤية هنا الريسبشن، هنا جميع المشتركين أو الذين يدخلون للمقر، هنا الريسبشن يمكنهم الدخول. هنا كما ذكرت الطابق الثاني، هنا يوجد الإيبي لاب. هنا كنت في مرة من المرات هنا مع إحدى الأشخاص الذي يعملوا في المقر، يحصل جميع التجارب بخصوص أي شيء جديد يريدون فعله في فئة الكتالوج أو في فئة إعلان منتجات. كل الأشياء التي تخص في إعلان منتجات أو إعلان صور جديدة أو فيتشر جديدة، أي إضافات جديدة بخصوص إعلان صفحات المبيعات أو بخصوص كتالوج إيبي، هذا المقر هو الذي يترأس هذا القسم. فكما ذكرت هذا قسم مهم جدا. إذا هيا بنا ندخل للقسم هنا ونحضر المحاضرة ونطلع ماذا سيكون التحديثات والأخبار الأخيرة بخصوص عالم التجارة الإلكترونية وبالأخص موقع إيبي.
حدثه في هذه المحاضرة، وما هي التحديثات التي ستحصل، وما هي الطرق التي يمكننا استعمالها لكي نطور مشروعنا خلال فترة الأعياد. لكن الشيء الأكثر مثير والذي أكثر شيء أحبه هو الهدايا. لقد حصلت على الهدايا من إيباي، وهيا بنا نتعرف على الهدايا. ملأ المصورة. حصلت على كأس إيباي جديد، حصلت على ورق لاصق جديد، هذه حاملة بالكاردز، وهنا لاصقة. فممكنكم رؤية أن موقع إيباي لا ينسى تجاره، ودائما يطمع ويساعد قدر الإمكان لتطوير مشاريعنا، ودائما يدعمنا ويعطينا أي معلومة يمكننا الاستفادة منها لتطوير مشروعنا. لقد كان يوم ممتع، ولقد استفدت الكثير من المعلومات الجديدة. ولكل من لم يشترك بقناتي بعد، انصحوا الاشتراك بالقناة والضغط على سبسكرايب والعمل لايك للفيديو إذا أعجبكم. سأراكم في فيديو جديد.